أنا وياكم لبرا وثمان بلاغات وثمان بلاغات لكلامه مطابقة لبو مقتزاي حال غير فصاحتي كلامك كلامك مطابق ببو مقتزاي حال غير فصاحتي كلامك فصاحتي شيء ببو كشرايتي فصاحتك يا أبو خارب لا ضعف تأليف إيه خارب لوانا يا مادام كيما وثمان كلام بلاغة لكلامها مطابقة كلامك يا معناه سي كلام لفظية بويا كان يفرمي بلاغة صفتك راجعة ولا يلبس فرمي فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ بلاغة صفتك لحقيقتها قرت ولفظ يعني كلام بليغ أو ترى أما نملك حيثيتك أم كلام اللفظ يبيع صوت يبيع رعايتي حيث كانك رابيه بركو او تنبى كلام فصيح باعتبار افاده او كلام سلب او غرزه فكلام قيب وصوغ كراوه بسبب تركيبه كافاده اغا بسبب تركيبه وشي صوغ كراوه ابي مطابق بينقل او غرزه بقيني جاب وشي امي جركا يعني باعتبار افاده سلب او غرزه ككلام قيب وصوغ كراوه بوي مصب دارج جاوه شنكو بلاغة وكل بروتمان عبارة لمطابقي كلامي فسأل بو مقتضى حال ومعلوم شكي اعتبار مطابقة وعدم مطابقة والنوك وبي باعتبار معاني وأغرازك أو توك كلامك يبو سواكري باعتبار ألفاظ مفردة بلا تركيب نية وباعتبار كلمة مجرد لمعاني بشهر نية وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا زور وقتي وها هيا كناو أبريت أو وصف كلبر وثمان كبر بريتي بولا بلاغة يعني كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال أكرم أما بلاغة وصفك يعني كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال أبا ما كأبوا تعبير بلاغة بريتو تعبير بفصاحة دريتو بم بلاغة يجن فصاحة جا كثيرا ما لتركيباتية كثيرا ما دروسا أم كثيرا ما صفت بلبو مصدرك محذوف ويانا تسمية كثيرا آوا جا أقر أجيجيد خو كسي تسمية مؤنثة كثير مذكرة يجن قينا كان مصدر أو اعتباري شهر وهاتيا دروسا وكثيرا ما نصف على الظرف يجا كثيرا ما نصف منصوب لسر ظرفية كثيرا ما منصوب لسر ظرفية لأنه من صفة الأحيان شون صفة حين يعني ظرفني ظرف زمان دي ظرف دي كثيرا ما شربتي كي هي بظرفية كظرفية ظرف زمان يا ظرف مكان لقرا من ظرفية ظرف زمان آخر يجا شون كثيرا ما صفة أحيان يعني حينا كثيرا من الأحيان كوتي كثيرا ما يعني أي حينا كثيرا من الأحيان يعني وقتك زور لنا وقتك أنا ما كهجنية ما كهلبو تأكيد معنى كثرتك يا وكبيرجي كثير 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 هوا عاملك اشتياه لكثيرا ما أخرج زربي بخو عاملك ببي عامل لزرفك اشتياه لكثيرا نكاكب معنى حين وزرفة قوله قول مصنفك أفرمي يسمى ذلك الوصف المذكور فصاحة نيلا يعني شوني في تولسر عبارتها شوني يعني يسمى ذلك ويسأح وأواوي وكثيرا ما لسر يسمى بيت ويسمى ذلك الوصف المذكور فصاحة أيضا كثيرا ما أواية آلي أبي أو عمري تياكر دوا كثيرا يعني كما يسمى بلاغة هر وكو شون بو وصف يعني بوني كلام كمطابق ولبو مقتزاي حرفي يجن بلاغة فيش يجن فصاحة شون مثلا لو قرينة أزانت قرينة دريخة فحيث يقال إن إعداد القرآن من جهة كونه في على طبقات الفصاحة يراد بها هذا المعنى لهر وقت كاوترا إعداد القرآن لجهة أموية كالأعلى طبقات فصاحة هاي إرادة في أو معنى معنى أكرا كإطراق فصاحة وصل بلاغة أكرا بيعانة لأعلى طبقات بلاغة هاي
ولها أيلي بلاغة الكلام طرفان. بو بلاغة كلام دو طرف هي بلاغة نية دو طرف هي طرفي أعلاي هي وطرفي أسفلي هي بلاغة لطرف أعلى كيو أجر هات طرف أسفل كي تا أسفل كيش قيناكا برام لأسفلك تجاوزي كنتر أو كلام بلاي بلغا ووكو دنيا حيوانات وايا هاي وكو شون حيوانات هروال أخو أخصب كاو قاري أفاتشون بيه بلام. أو دنيا شبلاي بلاغ بلاي علماء بلاغة وأهلي بلاغته وكو دنيا حيوانات وايا أقر رعايتي يميتي أنا كريم لابو كان ترى فيها هي بلاغة دو ترى في أعلى ترى في أعلى هي ترى في أسفلية لا ترى في أسفلك تجاوزي كالبلاغة ترى كلامات بار رعاية الشكرا بقاعدة نحوي رعاية تركيب ومركب وانا تكراوة بران بلاي بلاغته بشي ناوية بان ولوكو أماكا لا وكو أماكا قصي حيوانات بعبوشة وبيتا وكورا وكا عواسا ولها أيلي بلاغة الكلام طرفاني وأيلي بلاغة الكلام أولى محرف جريب وشي عادة كردوسو ولها هاكا بكويتشتو وبلاغة كلام لامكا كلامي لهاية لسر لي بلاغة كلامي لسر وكا تفسيري هاكي كردوسو لامكيش يناوتو يجي إعادة حرف جريبين لبلاغة كردوسو لأن أي حرف عطف عند صاحب المفتاح فإنه تبع الكوفيين فيه فأراد شارح أن يصح كلام المفتاح على قوله فعاد الجار يعني أريد شويني صاحب المفتاح كوتو أو كرديوسو مشارك كرديوسو جادو ترفي هي ترفي علي هي فهو اخترف على شيء وهو حد الإعجاز وما يقرب منه يعني حد إعجاز ما يقرب ما يقرب منه علي برمير منه عائدة ولا أعلاك ما يقرب من الأعلى طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه أويش كنزيق بلا حد أعلى أويش كنزيق بلا أعلى يعني أعلى وما يقرب من الأعلى هل كان برترف أعلى كبير نقر ميرك وما يقرب منه نيبت أبو حدي إعجاز يعني أعلى وما يقرب منه من الأعلى هل كان برحدي إعجاز كون أعلى وما يقرب منه وهو حد الإعجاز يعني هل كان برحدي إعجاز كون حد إعجاز كامساني وهو أن يرتقي الكلام وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته يعني كلامك أبقى تحديك وهذا بلاغتك خارج بلا طاقة بشر بشر نتواني قدرة النبي طاقة النبي لطوق بشر خارج به نتوان نشتكي أوابكا وعاجز يعني كلام معارضين نتوان نتوان المعارضة كان هان يبي وما يقرب منه وما يقرب منه حد الإعجازي أو هو حد الإعجازي بخر دواي قشتيانو خوز قال دواي قشتيانو بوايا يعني بيفرمايا شي بيفرمايا ولها أيلي بلاغة الكلام طرفان أعلى وما يقرب منه وهو حد الإعجازي أو أي بوتايا أبوا هان يبي يعني والتقدير هكذا في كلام المصنف وما يقرب منه حد الإعجاز ولا جرك جانسيبتي وما يقرب منه أوش كنزيك بلا أعلى ووك حديث قدسي كنزيك له كالحديث القدسي هذا يبي حديث قدسي كما ثاني والحديث ما أخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو بالمنام فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة نفسه يعني أوسك أخوي تعالى إلهام يا خوف ففي عملي قياند ودوية في عمال صلى الله عليه وسلم خوي تعبير إليات أو إلهام معنى كيك الدوية في عمال بعبارة نفسي خوي إيكا فالقرآن مفلل عليه لأن لفظه منزل أيضا قرآن هم لفظ معنى كيك لتلفي إخوايا كما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن معناه
قراءتك شيء لفظك شيء هل ترف فاوية يعني إذا نزل إذا نزل عليك القرآن وقرأه جبريل عليك نازل القرآن جبريل بسرت أخوندي فاحفظه قال يا بي وعلم الناس فاحفظه وعلم الناس وري بقرا محفوظ فديتي محفوظ كريت معلوم لفظ محفوظ كريت ثواب يا قرآن چه لفظ کی چه معنا کی لکی ویا اما حدیث قدسی معنا کی جابو یا کان فی یجن سمیت بالحدیث القدسی لانها تقدس اي لم تخلصه عن الواسطة يعني جبريل لانها سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء من ربه بلا واسطة يجب يا حديثي قصي في يجن شنك خوي تعالى إلهام يكا وكل شيء معراجة أرش يبو بأعوانا لشيء معراجة خوي تعالى بفي عمر فرميو إنك دوايا أقرته يجي خوي تعالى أو يبفي خلات كردو بلا قرآني ها؟ قرآني فقط قرآني أرى حديثي قصي في يجن وما يقرب منه عطف على قوله هو يعني ترفاني أعلى وهو وما يقرب منه لأعلى كوه والله ميرو في منه عائد إلى أعلى يعني أن الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز هذا هو الموافق لما في المفتاح مفتاح شرواسة وزعم بعضهم أنه عطف على الإعجاز عطف نسر إعجازك وحد كيف ثرايته قال يبي وما يقرب حد وهو حد الإعجاز يعني عطف نسر إعجاز والله ميرو في منه عائد إليه ولا حد إعجازك يعني أن طرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز نا شون أبيش هل حد إعجازايا يعني حديث قدسك إلى حد إعجازايا فرام وفيه نظر شون قول أن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز شون قريب لحد إعجاز قريب لحد إعجاز ناتية ترفي أعلى شون أقر وار عاتبه لسر أول شي بيته يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز هو حد وما يقرب من حد الإعجاز أم يجي أم بر أعلى أكبت بر أعلى أكبت فرام يجد لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي ولا لو طرف أعلى كحد إعجاز وقد أوضحنا ذلك بل إنما هو من العلية لأنه انحط درجة عن درجة الأعلى فيخرج من البلاغة ده ولها طرفان أعلى وأسفل ثانيهما أسفل لحد لا خواروة حد لا خوارو كان ثاني أسفل بلاغة وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات أسفلك وسريك ذر تغيير كلامك بغيت عنه لو حالة لو أسفل بولي كم تل وإلى رتبة أخرى هي أدنى منه لو أدنى تربية وأنزل بالتحق الكلام وانزلوه الى مرتبه اخرى هي ادنى منه وانزلوا ادنى تلو انزل تلبي وفستل به لو التحق الكلام وان كان صحيح الاعراب كلامك باب لاي نحوي واعرابك شيء صحيح به برام بلاي بلغا والتحاق باسوات حيوانات به كتشونا والتي كيبي بباشاسي التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق من غير اعتبارات اللطائف كصادر بين محل كان يعني لمحل وصفتان فبهر شيء ويريب كيف بيوك اعتبار اللطائف تذكر حيوانات شوزانه حيوانات شوزانه اعتبار اللطائف كات بلا اعتبار اللطائف وخواص كزياد ببسر اصلي مراده تبريتي بلو كاما كم كلاما تأكيد كرا وصو أوانا أبو شويدية وبينهما لبين أندو طرفيشا مراتب كثيرة
مرتبه زور هيا عالية بي مراتبي زور هيا مي او مراتبانيش متفاوتة بعضها اعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات والرعاية الاعتبارات والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحة متفاوت نوانا بعضي كان على ترند بعضي كتريان بحسب تفاوت مقامات الرعاية اعتبارات دوري لأسباب إخلال لفصاحتا كأسباب إخلال لفصاحتا وكو لا بحر المحيط يجيتينا ذا من لقريش نسي مسؤول شوني تنسي بومو أسباب إختلال وكو لا بحر المحيط فرميه أما نجيستي لقريش شارح إشاري في كردوه وأسباب إخلالك كي يجي أبنى شش عالي يبي أسباب إخلال أبيت الشش بعد لأسباب إخلال وفصاحة يجي ستة على قول الجمهوري وتسعة عشر عند غيره أسباب إخلال أو ثاني أسباب إخلال مثلا وكو مجاز وكو تعقيدات وكو اشترا وكو مشترك وكو آمان أوانك نابل تعريف به ينرين يسمى مثلا تعريف أبي مجازي تيابيني تو تعريف كيد وما هي بشناسي كمجازي تيابيني يشتكي تيابيني كمشترك بين ما بين اشتكي ترى هو إنسان ليت يكتي أسباب اختلال دوايا من أسباب اختلال كذا في يجن بينو سرو هل بسرا عامون مزاني عام سنة السلامان وما نسيو وتتبعها أي بلاغة الكلام وجوه أخرى انت الأوا بلاغة كلام روي بلاغة كلام ببلاغة كلام كي فيابي يا بعبارة يتر ببلاغة كلام برعاية كلام بمقتزاي حال باعتبار برعاية اعتبار مناسب كي فيابي بو كلامه ارتفاع شان كلامك فيابي أوانا وجوه أوانا شبون أوانا حسن قبول وكلامك فيابي حسن قبول ذاتي أما تابعي بلاغة بيشن وشي كتراخ من غير مطابقة وفصاحتك كلابر وثمان تورس الكلام حسنا يعني تزيد هذه الوجوه للكلام حسنا وكلامك حسن شيريني فياك وكو أويك الرعاية محسنات بديعي تابكري وكو ترشيح ترجيع وكو سجع تجنيس قافية صنعة طباق وانيك لعلم بلاغة إن شاء الله بركو فيه بقين تورس الكلام حسنا وكلامك حسن فياك وفي قوله تتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة يجي أم عرضي خارج لحد بلاغة حد بلاغة أو حسن ذاتي مطابقة له مقتزاي حال أم زيادة لوسا أما ها أما إنت الشيك زيادة لوية وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم يجي تتبعها يعني بلاغة كلام أي بون يفرمو شويني بلاغة متكلمش أكوي يجي قران دي بتابع لبو بلاغة كلام ني قران أم محسنات بديعية وحسن عرزية كتابع لبو بلاغة متكلم على لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة شن أم وجوهان محسنات بديعيانة لتجنيس ترشيح تسجع تجنيس أوانك متكلم ناقرن بمتصبة صفتك عالي أبي بلعام أمانة كلام أقرن يجم كلام مجنسة أم كلام مرصعة أم كلام صنعة تباك يتفق متكلم ناقرن إيه أما تاي شخص من لبلاغة كلام كد أي بلاغة متكلمة كوتمان بلاغة بيت الصفة تنشد دوشد كتشيوشي وكلام متكلم تاي شخص من لبلاغة كلام كدوة والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ وكتون أمانو فصاحة لمتكلمة بريتيب لشي فصاحة فصاحة متكلمة ملكة يبوك يقتدار فياب كريب بون أو ملكة وكيفيته كأمام متكلم بتواني هار وقت يما يريبو كلامي فصيح بيجي
با تعبيري بالفعل شي نبي برام لسان يا ببي هر وقت الدمي كردو كلامي فصيح بتواني بلاغتي شرواس بلاغتي لمتكلمة ملكيك كيفيتك كيفيتك مستحكمة كاقتدار فيا بكري ببون او قوالكم لمتكلمة دروزوة لسر تأليفي كلامي بليغ هر وقت ميلي بو متواني كلامي بليغ هنكات عاريه بي فعلم مما تقدم زان لا لما تقدم وفرق لما بين بليغ بلاغته فصاحة تاسية عاريه بي لبلاغتها فصاحة نجيراوة اي لفصاحتها بلاغت جيراوة نا كوابي هرشي بلي بليغ بيت فصيح ما عكسك يواني فعلم مما تقدم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما جاء كل بليغ شون أي بري بسر بسر كلامي شو متكلم كل بليغ يعني بدو اعتبار أما قزنزي لسر لسر إما الفعل لا تسيب لا تسيب لا عليها الفعل إما متعد وإما أو غير متعد لبحث يوام إشارة بما كأن كل بليغ كل بليغ كتشيو تيقريتو كلام يا متكلم لباش كل بليغ شون إطلاقك كي بس الكلام متكلمة يعني يجين بليغ مشترك لما بين هردو كيانا لسر تاريخي استعمالي مشترك لهردو معناك يا جالبش لإما متعدينا قزوزي وأوانا حر عين موضوعي اشتراكي ينوشن كل أصولشا بلا إمام شافعي دروسة لمشترك دوسيا معناه كي بقري قيناك اختلاف يواتي عربتا يا بوي يجم كل بليغ كلام بي يا متكلم بي يعني لسر تأويلي كل ما يطرق عليه لمز البليغ يعني أن كل بليغ يعني أن كل ما يطرق عليه لمز البليغ أما أنت الكلام متكلمش أقريته أن كل بليغ شون كلام متكلم أقريته أن كل بليغ شون كلام متكلم أقريته بدوش هو هيك لسر طريقي استعمالي مشترك لهردو معناك يا كبلا إمام الشافعي يدرس كل بليغ بو هردو كان أو على تأويل كل ما يطرق عليه لفظ البليغ يا عمل سلمى سبي أو كسان سك من عبلا يعني كإطراق مشترك وسردو معناه كري أوايلي كان بأمريكي كلي يعني كل ما يطرق عليه لفظ البليغ دي هرشي لفظ بليغ دي خوبك بسر كلامي شو متكلمي شاكري يجي كل بليغ فصيحة بو شون لأن الفصاحة مأخوذ في تعريف البلاغة مطلقة بلاغة المتكلم يا المتكلم نبي بل وابي فصيح أينما نو مع فصاحته بلام ولا عكس بالمعنى اللغوي عكس إذا أن كل بليغ فصيح شي قريك كلية جزية كلية نقيق عكسي مجيبي كلية لا ما يوري منطق عكسي آفرين عكسي مجيبي جزية أمواني بيجي كل بليغ فصيحة وعكسكينية يعني عكسك جزئي به عكسك بالمعنى اللغوي ليقري يعني أي ليس أمش هر كلية ليقري أمش يعني ليس كل فصيح بليغا نك بيجي ليس بعض الأوامر بيجي بعض الفصيح بليغا أي ليس كل فصيح بليغا شن لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال أقول جي كلامي بيه فصيح بيه مطابق لبو مقتزاي حالنا بيه بيجن شي لوقتها بيجن فصيح أي بيجن بليغ بو شن مطابق لبو مقتزاي حالنية وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بو المتكلم يعني بو فصاحة متكلم وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح بلفظ فصيح من غير مطابقة إلا بو متكلمة يجنشي لوقتها أو متكلمة لوقتها فصيحة برام بليغنية فصيحة شنكو تعبيري كلامك أي خوي
بلفزي فصيح داوسو برام شنكو مطابق لو مقتضي حالنية مقتضي حالنية بلاغتي تيانية عالية بي مثلا الان بيجين كابرايكي فصيح بيجي ان زيدا قائم ان زيدا قائم فصيحة يا فصيحنية فصيحة نتنافر حروفي واتيا بيجين نغرابتي واتيا هيك شغلة وانا كلباسي فصاحتها وتمانه هيك كامي تياني تيانية بلام شنكو يا يعني مب خاليو زين بيجد بيجي إن زيدا قائم وكابرايك خاليو زين منكر نبي بلام شون منكرني وخاليو زينة كلا مطابق لبو مقتزا حالنية